كما أن جبل تيزيران كيتواجد به بعض الوديان وكذلك البحيرات اللي كتجمد في الفترة ديال تساقط تولوز وكتعطينا واحد المنظر جد هائل. جبل تيزيران عنده مؤهلات ايكولوجية وسياحية جد متميزة وكيتواجد في الجماعة الترابية باب برد على بعد حوالي 70 كيلومتر من مدينة الشاون، وكيوصل الارتفاع ديالو الى 2106 متر. وكلمة تيزيران فهي كلمة امازيغية الترجمة ديالها بالعربية كتعني الكواكب، فجبل تيزيران كتعني جبل الكواكب. كما يجب الإشارة إلى أن هذا الجبل هذا ما عندوش فقط الجمالية ديال المرتفعات، وإنما عنده كذلك ثروة نباتية وحيوانية جد مهمة في مواقع إيكولوجية كتواجد في الجبل بحال البحيرة ديال إفرت فودن اللي كتواجد على ارتفاع ديال 1800 متر عن سطح البحر. وكنوجدوا بأن المحيط ديال هذه البحيرة كيتكون من الأشجار ديال الصنوبر والأشجار ديال جبال الريف الغربية، والبحيرة كتجمد في فصل الشتاء. كما أنني كنت محظوظ أنني نتلاقى متسلق الجبال العالمية اللي هو السي المهدي أمزان ابن تيزيران. فبالنسبة للتراجي ديال جبل تيزيران هو يعني فين ما كنتو خاصكم تقصدوا الطريق ديال باب برد، يعني خاصكم توصلوا، لازم عليكم توصلوا باب برد. ففي الحالة ديالنا حنايا كنا في مدينة سلا وتوجهنا الى طريق السيار ديال الرباط الى قنيطرة، ومن قنيطرة خرجنا ودزنا على سوق الاربع اللي غادي تشوفوه دابا، ومن مور سوق الاربع دزنا الوزان، ومن وزان وصلنا الباب برد عبر باب تازة. احنا كنا اختارين هاد الظرفية هادي ديال زيارة جبل تيزيران، كانت يلاه غادي تساقط التلوج، ويعني مشينا في هذيك الوقيته فاش كطيح التلوج، فكانت القضيه يعني خاطرنا شي شويه، وانما
باب بالرد، هذه هي الدخله ديال باب بالرد، وهنا غادي نتلاقاو المرشد الجبلي ديالنا سي يوسف شطون، هو مرشد جبلي بالمنطقه ديال باب بالرد. وكنا وصلنا في واحد الاجواء ممطره، بحيث ان كانت الشتاء مجهده بزاف، اما درجه الحراره فهي جد منخفضه في هذا المكان هذا. فاي واحد ناوي يزور جبل تيزيران وكان باغي بس في باب بالرد، لازم عليه انه يعني كاينين الفنادق في باب بالرد، ممكن انه يبات في شي فندق او يبات عند شي صديق ديالو اللي هو مرشد جبلي بحال كيف ما درنا حنا. وبالنسبه لدرجه الصعوبه ديال التسلق لهذا الجبل هذا فهو سهل الى متوسط، وممكن تطلع له بسياره رباعيه الدفع الى حتى القمه ديالو. اذا فكيف ما كتشوفوا تبارك الله على سي يوسف شطون، استقبلنا ورحب بينا، شكرا بالمناسبه. وهذا المنبر هذا كنوجه تحيه سي يوسف شطون والعائله ديالو المتسلق الصغير، الله يخليهم له. وبالمناسبه فالاهل ديال باب بالرد فهما الله يعمرها دار، وناس اللي هما معروف عليهم الترحاب، و يعني كنشكروهم من هذا الفيديو هذا بالاخص، ديال يعني مستحيل انك تهضر على جبل تيزيران وما تهضرش على باب بالرد والسكان ديالو والناس ديال باب بالرد. فتحيه لهم وكامل الشكر لاهل باب بالرد، شكرا لكم. كما انني اعطيت فرصه لسي يوسف باش انه يقدم لينا نفسه ويورينا، يحكي لنا على الشخصيه ديالو اللي كان انه مصور ومن التصوير ولا مرشد جبلي. السلام عليكم اخوان، لاباس؟ كلشي مزيان هاني امور، نتمنى تكونوا بصحه جيده. والان حنا مع سي يوسف شطون اللي هو مرشد سياحي بالمنطقه ديال باب بالرد. حنا كنتواجدوا الان في باب بالرد في المنزل ديال سي يوسف، واستقبلنا وان شاء الله رحب فينا. وغدا ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نطلعوا الجبل ديال تيزيران باش نشوفوا القمه ديالو، ومن بعد ان شاء الله غادي نمشيو لقمه واحده اخرى اللي هي قمه ديال تيدغين اللي هي اعلى قمه بسلسله الجبال. فوالا معنا السي يوسف شطون، مرحبا بكم. دابا غادي تتعرفوا عليه عن قرب وتشوفوا بعض الشواهد اللي حصل عليها وبعض الميداليات في الميدان السياحي وفي الميدان خصوص السياحه الجبليه. السلام عليكم، معكم يوسف شطون، كنرحب بكم كاملين بالمغاربه كاملين وبالعالم باسره. المهم يوسف شطون اللي ما كيعرفش يوسف شطون، هذه فرصه يقدر يتعرف عليا. معايا الاخوان هنا، يلاه مشى واحد 10 الاصدقاء من مدينه تطوان، يلاه نزلنا من الجبل، كانوا معايا مضيفين في الدار، سقونا. المهم كلينا ديك البركه مشاو في حالهم، عاوجاو الاخوان عام من مدينه الرباط. كنرحب بالمغاربه كاملين ومرحبا بهم عند يوسف شطون في تيزيران، اللي بغى شي مرشد شي مساعده ماشي غير في تيزيران، حتى في سلسله جبال الريف راه البلاد ديالنا. المهم الحمد لله الامن كاين، في 11 جبل تقريبا السلسله ديال الجبال الريف. الله يرضي، كتبدا من تيدغين كتسلم موسى، او بدا من موسى كتسلم في تيدغين، وباقي السلسلة باقي القمم إن شاء الله، باقي القمم بيدوروا إن شاء الله في سلسلة جبال الريف. المهم اللي بغا شي كيد نعطيه النمرة ديالي. يوسف شطون، أي واحد كيعرف يوسف شطون، بديت بالفوتوغراف أول مرة، بديت بالتصوير أنا. السلام عليكم إخوان، دابا الآن غادي نحاولوا نشوفوا الشواهد ديال سي يوسف شطون مرشد الجبلي ديال المنطقة ديال باب بالرد. فوالا، كل يعني كل شهادة عندها ذكرى وكل شهادة عندها تاريخ وقصة. دابا فحال هادي كنت جبتها في بلاتي، قبل ما نبداو بهادي نبداو بهادي، هادي اللي عاطية العين. هي هادي جبت هادي، هذا التكريم، هذا التكريم إقليم شاف شوال، واحد الجريدة شوال 14، كنت خديتها مع سعيد عويد طاف. التكريم كنت خديتها مع سعيد عويد طاف، سعيد عويد طاف بزاف في 2018. هي هاد العدسة هادي كتعطيني واحد الشركة رشيد أكدي، كنحيي ولد المنطقة ولد باب الرد، عنده شركة شركة وهداني هاد الكاميرا.
المهم هذا اعتراف زعما الصراحه تستاهل تستاهل زعما ماشي زعما زاد فيا ومازال لحد الان كتاخذ بها التصاور والله يودي انا بها خدام اول مره ديالي بدايه التصاور كنصور مثلا جميع الانشطه المنطقه طاف هذيك السلامه الطرقيه هذيك خارجه من كانت ديال الشهاده الاخرى هذه في الكره في واحد الدوري الكره انا ببرد جمعيه انوار التنمية المستدامة هذه عندي من الناس هذه عندي من الناس ثلاثة هذه جمعية العناصر كرة القدم هذه خديتيها بمناسبة كرة القدم عندي شي ثلاثة منهم أنا شي ثلاثة النسخ فوالا كاين واحد اليوميه عنده هنا دابا عمرته يعني راه قديمه كاع راه تقريبا تلقاو التاريخ اللي هو قدم من هذا 2019 هذه كاين شي حاجه قبل ياك لا هذا البدايه ديال نهار البلاكه ملي داروا البلاكه كتبوا فيها نهار التاسيس ديال البلاكه وانا دابا عمرت كتاب ها هما صحاب البلاكه هما هذوما الناس اللي صايبوا البلايك كاين الله ديالهم دابا شنو كاين اصبرك الله زيد زيد الريفي عرفه مهم كاين الناس اللي الاجانب كيكسبوا هنايا في اليوميات يعني سارس المدن كان حياه سارس سلام المدن هو رئيس ديال الجهه تيكوان طنجه ديال مرشيد خرج معايا درت مع تيزيران درت مع تيدغي فوالا الان وصلنا لنهايه ديال الحلقه ديالنا خاصه بهذا بطاقه التعريف عن المرشد الجبلي ديالنا السي يوسف شطون مرشد الجبلي ديالنا بمنطقه باب بلد فوالا الانسان اللي بغى اللي احنا باش غادي نشوفوا دابا ان شاء الله غدا من غادي نفعلوا تيزيرا نصوروا لكم المناظر ونصوروا لكم كاع المراحل ديال التسلق واللي بغى يتكونتاكت معاه ولا يهضر معاه ولا شي حاجه غادي نخلي لكم النيميرو التليفون ان شاء الله ديالو والرابط ديال الصفحه ديال الفيسبوك ديالو والكونت فيسبوك ديالو ديال بيرسونيل وان شاء الله تواصلوا معاه ونخليكم انكم تسلقوا الجبال ديال المنطقه كامله ماشي غير تيزيرا وانما الجبال كامله اللي بغى شي مساعده في شي جبل مرحبا به اللي بغى يجي للدار مرحبا به المهم بلادو ربي يخليك شكرا تحيه جوش ثلاثة فرصة علي يا نبو في إسطابلي بين أبو علي يزدادي دون حلوة يا فريس فسرق الفرصة ثم تبقى في الغابة البعيدة شرارارا 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 أعجبك الفيديو؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.